لكم مشاهدينا الكرام يوم شؤون مميز وعنده علاقه بعيد الحب. غادي نحط المواطن المغربي في وضعيه اللي صعيبه كون انهم طاحوا في مشكل خصهم واحد القدر ديال الفلوس، وغنطلبوا منهم يعيطوا للناس اللي كيبغيو ويشوفوا واش يقدروا يعاونوهم او لا. بغيتو تعرفوا كيفاش غتكون ردوده في حالهم؟ لنتابع. السلام عليكم. السلام خويا، اش اخباركم؟ راك الحمد لله اللهم لك عيد حب سعيد. علينا لبسه الحمر. لا لبسه على راسي. بغيت نسولك شنو معنى الحب عندك؟ الحب بالنسبه لي شي حاجه زوينه في القلب. زوينه، شي حاجه زوينه ما كاينش، ما نقدرش نوصف لك. الحب عندي هو بطاطا والزيتون. كيعني لي الحب شي حاجه كبيره مميزه ومقدسه. الحب هو العاقه. واش العاقه؟ كيفاش هاد العاقه؟ لا كانت الفلوس كيكون الحب هو هذا. الزوج ديالك انت كتحبيه؟ كنت كنحبه بزاف، ما تقدرش تصور اكثر من اي حاجه في الدنيا. هل قلتي كنت؟ بان ليا كنت، لان بالنسبه ليا ماضي. انا حيت مطلقه منه صافي، ماضي ديفورسي، كل واحد مشى لحاله. باقا كتبغيه؟ باقا تنبغيه، ولكن جات منه ما جاتش مني. تبغي ترجعي ليه؟ كنتمنى. اليوم عندنا واحد التجربه، غنختاروا اسم انسان كتبغيه وتقولي ليه انا راني عندي واحد المشكل خاصني واحد القدر ديال الفلوس، شوف واش يقدر يعاونك ولا لا. نتوكل على الله. شكون الرقم اللي اختاريتي؟ هذا اشرف. شكون اشرف؟ اشرف انسان كيبغيني وكنبغي، ولكن ما كاين واحد الفرق كبير ديال السن. انت كبر منه؟ اكبر منه بزاف. هو كيبغيك واحد منه؟ الو 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 السلام عليكم، كي داير؟ السلام عليكم. لاباس عليك؟ ناعس؟ راني في المدينه، زعما اليوم عيد الحب. اليوم عيد الحب. راه عندي واحد المشكل وبغيتك تساعدني فيه. محتاجة واحد الألف درهم. من نيتي. زعما قلنا تعاوننا. يلا صافي صافي واخ. شنو رد الفعل ديالو؟ شنو قال لك؟ ما عندوش، قال لك واش عارفاني نعدي؟ ما عندوش. كي جاتك رد الفعل ديالو؟ عادي عادي، حيت هو ديجا طلبت منه مساعده وما كانش عنده، لان بليطون انا كنساعده ماشي هو. بالنسبه لي انا الهدف، انا اللي يمكن لي نعطيه امل في حياته ونساعده. رد الفعل ديالو قال لك واش منيتك كدوي؟ سمعتو قال لك واش منيت؟ حيت انا غنتقبلها، لان طحت في موقف كراف كاع، بغيت يعاونك في المستشفى ومع شنو وقع ليا وما ساعدنيش. عادي يعني كان صادم الرد ديالو. كان صادم. شنو تقولي لي اليوم؟ كنقول بان قليل اللي يفهمك، واخا تيقول لك انا راه تنبغيك، ولكن في ارض الواقع باش تجسد الكلمه معناها كبير والتحقيق ديالها راه صعيب. بقى في الحال، بقى في الحال بزاف. دونك انا ماشي نقول ما بقاوش الناس اللي يستاهلوا هذه الكلمه، ولا نبغيهم، ولا اللي يبغوني. لا ماشي، ني جامي طروطار، والحياه ما كتوقفش على هذا. توكل على الله. ان شاء الله. شكون اختاريتي؟ خويا تشاش. شنو سميتو؟ تشاش. تشاش 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 تشاش. شوف هذا التشاش شنو يدير معانا. ايه خويا. تعيط من عندك ولا من عندي؟ اللي بغيتي. نعيطو من عندك باش يجاوبك. اوكي. كاتب عليا تشاش. تشاش. واخا نديرو له طباخ. لا حاول تبدل ديالك ان شاء الله. الو تشاش بخير خويا؟ هاني ترى بواد فوكال اش من تشاش بخير؟ لاباس معك عبد الجليل اخويا، بغيت واحد 1000 درهم دابا ضروري اخويا، محتاج اخويا. ومالك خويا بغيتها تسلف عليا ماكرا ديالي وطاح لي بزطام يا صاحبي، بزطام. بغيت 1000 درهم ضروري يا صاحبي. انت بغيتها دابا دابا تصيفط عليه في ويستر اصاحبي. نير غير 1000 درهم اصاحبي، قلبتي وجهك انت مالك اخويا؟ 20000 20000 ماشي مليار. الله يرضى عليك، صيفط عليه دابا، راه غدا نصيفط عليه.
وقت. كنت دابا كانت مرتك دابا لولد كيسي كنت دابا شريتيهم اللي بغيت ياك. الله يتحشم عليك قد احمد حق الله العظيم. هاني كون كانت مرتك قلت لك عطيتها ماشي 1000 درهم تعطيها مليار. اه صافي صافي ماشي مشكل خود راحتك استاذ احمد الله يعاونك. هاني هاني. هذا الاخ ديالك. كيفاش ردت الفعل ديالك؟ ناري خويا ما عقلش عليا. قلت لك ما عندوش. وعارفه عنده؟ عنده. يعني لو قدر الله. الله يجعل عنده حق الله. لو قدر الله وقع شي في هذه الوضعيه بصح. وما عقلش. بس حسيتي دابا بصح. حسيت يعني ما عقلش عليا وصافي من الاخ. قلت لي لو كان مرتك. وكانت مرته ويعطيها لحقاش لها عيطت لمرته تقول لي بنت 1000 درهم يعطيها 2000 درهم. وانت لا. انا لا. علاش؟ علاش خويا هذيك مرته. دابا هذا الوقت هذا ديال المرأة ماشي ديال الأخوة كاين وما كايناش الواقع هو هذا سي نورمال أخويا شنو تقول لخوك اليوم؟ خويا اش غادي نقول لك؟ نقول لك خويا الله يهديك وصافي الله يهديك الله يهديك هاني أخويا بغيت نعرف شكون الإنسان ولا الإنسان اللي اختاريتي؟ الصراحة عندي واحد بنت خالي علاش ما اختاريتي الصديق؟ حيت الصراحة ما عنديش ما كاينش لا تبغيتي ما كاين عندي بنت خالي بغيت نجربها وصافي علاش بغيتي تضربي بنت خالك؟ حيت عزيزة عليا واش تعرفيها واش منها؟ واش تقدر انها تعاوني مثلا قلت لها راني طحت في شي مشكل وهادي تكون معايا على القرص ولا لا؟ نديرو لها التالت ونشوفو شنو غتكون ردة الفعل ديالها. شنو سميتها؟ سميتها خديجة. خديجة دابا نعرفو قلت لها تعاونها ولا لا؟ دير لو طباغ الله يخليك. الو خديجة. وقع لي واحد المشكل دخلت للسوبر مارشي وتهرست لي واحد القرعة. دخلت للسوبر مارشي وتهرست لي واحد القرعة ساوية 500 درهم وشدوني. اويلي والله فين غادي دابا؟ كاينة في المدينة. فين البلاصة؟ عرفتي البرنس؟ شنو؟ البرنس راني تما فين كاينة؟ تقدري تصيفطي لي الفلوس؟ ضروري خصني نخلص. انا وماشي خو انت قلت لك راه تهرست ليا. تهرست؟ اه شحال 500 درهم. 500 اه ضروري خديجه خاصني ضروري ناخذ 500 درهم باش نخرج ما باغينش يطلقوني شنو غندير؟ واش انا مالفه كنضحك عليك في هذا الشيء؟ وي راه بصح صاحبتي راه ما كنضحكش هما واقفين نيت حدايك يقول لي اري لينا الفلوس. البرنس واش دابا غتعطيني ولا لا؟ نعول عليك. دبري على 4000 اخرى. دابا شنو غندير واش غنبقى انا وحده هنا؟ ما عرفتش والله ما عرفت. شوفي انت كي غادي ديري. خديجة راه كنضحك معاك راه غير برانك. شوف عليك اصاحبتي راه ماشي بوحدي راه معايا الناس اللي قلت هاد الكلمة قولي كنعتذر ولا شي حاجة تكون قطعت. كيفاش تكرمت الفعل ديالها؟ الصراحة هو يعني تخلعات يعني راه ما تلوميهاش قالت لك واحد اللحظة مسكينة قالت لك لو كان غير دازوا لي فلوس لابوغس كنت نجيبهم لك. داكشي يعني عارفة واش حيت عارفاني أنا نقدر نعول عليها وتا هي كتقدر تعول عليا كي عندي كي عندها ما عندناش مشكلة. وكدا راه سيمو وفين أخويا الله يحفظك أخويا فين في الدار أنت ولا فين؟ ها؟ وأنت في الدار ولا فين؟ شكون معايا؟ حسين أخويا وأنا حدا بوجاج. وأنت أخويا راه شدنا واحد خونا دالينا أخويا دالي شي 300 درهم ولا ما واحد خونا خويا شدني خويا دا ليا شي 300 درهم خويا ما عندك شي 200 درهم صيفطها ليا. ما غلطتيش والله ما غلطتيش. اه؟ ما
باره ما فهمتش كيش قلت لي. وقلت لك واحد خونا ادى لي واحد 200 درهم، ما عندك شي 200 درهم صيفط عليا دابا تنجي. فين كاين انت؟ في المدينه. واش كتدير في المدينه؟ واخويا شقات لي صافي ون... واش قلتي دابا؟ واش ورا لك وشنو؟ واه ترى واحد جوج اصاحبي ترى هذا مشكل والله. واش الحال هذيك باش بالك ديال تنفع؟ وصيفط صيفط عليا دابا صيفط عليا تنجي عندي. رقم الحق خوت وليدي. وتصيفط عليا دابا ولا ما تصيفطهاش؟ خلصي مع الفلوس هو يقطع صافي قطع. كاين لك صاحبك ديال العمر اللي قلت لي بغيت 200 درهم. هذا ما نكذبش عليك هذا الصديق هذا ما انا عارف فيه هذا الشيء انا غير ما بغيتش نعرف بانه في الاخر نقدر على 5 درهم ولا شنو نقدر نسالي نفالي انا وياه فهمت يعني ما عقلتش عليك يعني يقدر ما يعقلش عليا يعني هذه تجربه درتها لي دابا. قبل ما نبداو مع المكالمه قلتي على انه يقدر دابا يجي عندك ويقول لك فين يعني هضرتي عليه واحد الحماس كبير كيف جاتك رده الفعل ديالك؟ وردت الفعل ديالو جاتني صعيبه ما يحسبش لي واش انه يقدر يجي عندي ولكن هو راه عنده شي ما عنده الفلوس عنده تقدر تكون عنده عنده ماشي ما عنده الحمد لله عنده ما بغاش يعطيك بخير يقدر تكون عنده ولكن راه ما بغاش قفك الحال ومن طبيعه الحال شويه انا عندي شويه غنقدر شنو تقول لي اليوم؟ كنقول لي خويا السيمو والله الا حشومه عليك ما درتيش معنا المزيان اليوم غنعيش واحد التجربه جديده غادي نعطيك تليفون غنقول لك عيط لبنت كتعرفها عندك شي صديقه ديالك اها كاين غتبغي تعيط لها وتقول لها عندك واحد المشكل وخصك شي حاجه ديال الفلوس سيناريو غادي نختاروه ونشوفوا كيفاش غتكون رده الفعل ديالها نجربوا توكل على الله شكون اختاريتي؟ اختاريت واحد الدري سميتها سيام كتبغي هاد سيام؟ اه كنبغيها بزاف هي كتبغيك؟ حتى هي كتبغيني بزاف اليوم نجربوا شكون كيبغي اكثر الو السلام عليكم سيام كي دايره بخير معك خالد وي عرفتك كي دايره بخير امورك هاني لا اختي راه كنت في السبيطار فهمتيني ما كاين واش انا غالي مريض بزاف ايوا ما كنتبعش ليك راه خاصني شي ميشين درهم الخوادري ما عنديش والو كاع راه خصني نشري الدواء مخنوق ما عنديش اخاك والو كاع ما تعامليش معايا ما عنديش 100 درهم اختي باغي نكمل هذاك موش بيت خالد كون كانت عندي غادي نعطيك راني مزيه 1000 ريال يلا خالد عاد واش تقدر تضغط عليا بحال هكا الله يحفظك 20 درهم انت فينك انت يا سير تقد لي بحال هكا خالد الله يهديك افرنك 4 ريال لا 4 ريال الله تجي من عندك بحال المليون اول حاجه نسولك واش عندها هاد السيده الفلوس هاد السيده عندها الفلوس كيفاش جاتك رده الفعل ديالها رده الفعل ديالها جاتني عاديه متوقع ما تعطيكش متوقع ماشي متوقع غتعطيني متوقع في التليفون ما غتعطينيش ولكن الانفو غنمشي عندها فهمتيني هي دايره بحال داكشي ديال البيرو خصك تدفع لها دوسي في الدار ولا اي باش وهادي تورا الوراق تاع السبيطار ولا اي باش هادي باش تجيب لك الفلوس تحطهم لك غنفترضوا لانك انت في واحد الوضعيه صعيبه وخصك شي حد يعاونك مثلا دخلتي شي سناك كليتي شي حاجه غاليه وتفاليتي انه ما عندكش الفلوس داخله بلا فلوس نضربوا تعيطي وتقولي لصاحبك راه عندك مشكل شكون تخسر؟ نعيط لما تعيطي؟ الصديق ديالي كاتبه لي ماي لوف اليوم نشوف واش يور لوف ولا لا ولكن حاولي تقنعيه فين عندك الباب؟ الو كي داير بخير؟ عرفتي شنو طرا ليا؟ دخلنا للسناك وما بقيتش نلبس الطعام وحل دابا وقفوني شنو قلت لك وقفوني قال لي خاصك تخلصي 300 درهم وما بقيتش باش نخلص دابا واش غندير دابا وحل دابا انا هنايا قلت لك دابا انا وحل دابا شنو غندير واو حط حليب الصام ما لقيتش باش نخلص صوري معمر كندوي دابا انا ايه اسمع مشات واش هاديني دابا قالوا لي خاصك تغسلي الماعن وداوي معاك دابا قولي شنو دابا ولا رداوي معاك بصحني دابا شاهديني دابا شنو غندير ودابا شنو واش غادي تعطيني ولا لا قطع وقال لك دخلي غسلي الطباسل كيفاش جاتك ردة الفعل ديالك
دابا راه عارفني كتقطع عليه. لا ولكن كيفاش تكرد الفعل ديالو؟ واحد كيفاش تكرد الفعل ديالو واحد اللي كتبغيه ويقول لك دخلي خصي الطباس؟ اه عادي. صدماتك؟ اه لا ما صدمتنيش. توقعتيها منه؟ اه عادي. فرادا لو انت محطوطه في هذا الموقف تقدري تعولي عليه؟ لا الصراحه انا كنخرج بفلوس ما نعول على حتى شي واحد. بغيت نعرف لمن اختاريتي تعيط؟ الام ديالي. متاكده من رده الفعل ديالها؟ اه خويا. تكون ايجابيه ان شاء الله. ماما ما يمكنش تخليك بلاش. ما يمكنش. يلا نجرب. هذا هو الرقم. الو ماما. الو. الو السلام عليكم، كي دايره ماما؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. شوفي انا ايه معاك. اه. شوفي وحال السوبر مارشي. وخاصني 200 درهم الا بغيتي تعاوني معايا. وما عنديش بنيتي انا، راه ما فحاليش غتعرف الظروف. شنو غندير دابا؟ غتسل فيها ليا؟ يلا غتسل فيها ليا. غتسل فيها ليا ياك؟ ان شاء الله. واخا الله جاب الله. صافي واخا يلا. دابا انا مجدوده غتجي عندي. مجدوده؟ اه زعما مجدوده على حسب بحال شافره شي حاجه، فهمتي؟ انا غنجي عندك وغندير غندير. صافي ماما سمحي لي. كيف بدات ردت الفعل ديال الام ديالك؟ وهي قالت لي، قالت لي صافي ماشي مشكله بنتي انا غادي نجي عندك. حقاش ماما انا عارفه ماما ما تقدرش تخليني، فهمتي؟ مع ان درت معاها وقلت لها انا في السوبر مارشي سرقت شي حاجه خاصني ضروري باش نخلصها، خاصني 200 درهم. سمعتها على ودنك؟ قالت لي ما كاين حتى مشكل نجي عندك. يعني الام ما كتخليش وليداتها في اي حاجه؟ كتخليش وليداتها. ورجعنا لكم مره اخرى مشاهدينا الكرام. كيف تابعنا فردوده في حال المواطنين كانت متباينه، كاين اللي لقى اللي مد ليه هذا العون، كاين اللي للاسف خوى به، وكانت فرصه ان الناس يعرفوا واش اللي تحطوا في هذه الوضعيه غادي يعاونهم الناس ولا لا. انتم هكذا ما بقى لي غير نقول لكم حقنا وصلت نهايتها، نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده وموضوع جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه.